تحتضن تونس على مدى أسبوع كامل البطولة العربية للشطرنج الخاصة بالفئات العمرية من 8 إلى 20 سنة. تظاهرة سعت الجامعة التونسية للسهر على تنظيمها في جزيرة جربة المنطقة السياحية الأولى في البلاد في رسالة إلى الخارج بأن تونس بإمكانها تنظيم مثل هذه التظاهرات الكبرى التي يشارك فيها أكثر من 150 مشاركا من 10 دول عربية. تظاهرة هذه البطولة العربية الفردية للشطرنج للفئات العمرية يتسابق فيها أكثر من 150 لاعب من 10 دول عربية، فيها 14 فئة عمرية، 7 فئات عمرية من أقل من 20 إلى أقل من 8 سنوات ذكور، و7 فئات عمرية للفتيات. البطولة تضم مسابقات يومية لمختلف الأعمار بين الجنسيات العربية المختلفة. البطولة هاي تعتبر من البطولات المهمة في منهاج الاتحاد العراقي المركزي للشطرنج، وهي مدعومة من قبل الاتحاد المركزي واللجنة الأولمبية لغرض الحصول على نتائج متقدمة فيها، رغم أنه إحنا حصلنا على الأوسمة الذهبية والفضية في أكثر البطولات العربية اللي شاركنا بها. عندنا أساتذة دوليين، عندنا الحمد لله، وهنا عندنا أساتذة دوليين كما ناصر علي وأستاذ دولي، عبدي زينب أستاذة دولية، ما شاء الله بالتوفيق. المنتخب التونسي مشاركين من كل الفئات من 8 سنوات، من تحت 8 سنوات إلى أقل من 20 سنة، إناث وذكور، وإن شاء الله معملين على ميداليات وعلى باش نهزوا أكثر من بطولة. الشرك في البطولة العربية للشطرنج أقل من 20 سنة في تونس الشقيقة. نشكرهم على حسن الضيافة. وجاي أحضر بطولة العرب تحت 18 سنة، وإن شاء الله أرجو من ربنا إنه يوفقني يعني إن شاء الله فيه. أيوة أنا بطل عرب بطل أفريقيا وبلعب شطرنج من صغري من وأنا عندي من وأنا في سنة 5. وزارة الشباب والرياضة تقول بأنها رفعت خلال السنوات الماضية في دعم الرياضات الفردية على حساب الأخرى الجماعية. اليوم نشوفوا تركيز كبير على الرياضات الفردية، تركيز كبير على الجمعيات الصغرى، مش كونش كرة قدم ولا الرياضات الجماعية اللي عندها حظ كبير إعلامي. اليوم كيف كيف زاد الرياضات الفردية، قاعدين نشوف في عديد التظاهرات اللي تلقى في الدعم تاعها من وزارة الشباب والرياضة، سواء كان دعم مادي سواء كان الدعم معنوي دعم لوجستي. تتوصل فعاليات البطولة العربية للشطرنج إلى غاية موفى الشهر الجاري، وفي نجاحها التنظيمي نجاح آخر للقطاع السياحي الذي أصبح يعول بشكل كبير على الأسواق العربية.